خليجي 25 العراق يعلن رسمياً جاهزية ملاعب البصرة لاستضافة خليجي 25. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم جاهزية استاد البصرة الدولي لاحتضان مباريات كأس الخليج العربي 25 خليجي 25 المقرر انطلاقه في 6 يناير المقبل. وقد جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الاتحاد أعلن فيه استاد البصرة الدولي أحد الاستادين الرسميين لاستضافة مباريات البطولة بأتم الجاهزية لاحتضان مباريات الخليجي. كما تداول نشطاء صورا تظهر معالم الملعب وأطلاق هاشتاج البصرة ديرتكم، وتقام مباريات البطولة على استادي البصرة الدولي والميناء الدولي، وتقام مباراة الافتتاح يوم الجمعة 6 يناير بين منتخبي العراق وعمان على استاد البصرة، ويلعب المنتخب القطري ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات البحرين والكويت والإمارات، فيما تضم المجموعة الأولى العراق والسعودية وعمان واليمن.